السلام عليكم. سي القراي عبد الحق، متطوع المسيره الخضراء، ممثل مدينه اسفي. انا والصديق ديالي الزوب الرغاشي، احنا مشينا للمسيره، جينا نحتفلوا اليوم في هذا المركز ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، تنحتفلوا بذكرى عزيزه علينا وغاليه على جميع المغاربه، الا وهي ذكرى المسيره الخضراء وعيد الاستقلال، بجوجهم اعياد حريه والوطنيه. جينا احتفلنا مع الوليدات، كان داك الشيء مزيان، عجبونا داك الشيء ذوي الاحتياجات الخاصه، نشطوا فرحوا، غناوا اغاني وطنيه، وتنشكركم، كنشكر هاد الناس وكنشكر الفنانين اللي غناو تهم اغاني وطنيه مزيانه للوليدات، وكان كلشي تقريبا كله وطني، وهاد الوطنيه المهم ديالنا هي نغرسوها حنا في الشباب وفي الوليدات اللي جايين، الوليدات ان شاء الله نغرسوا لهم المواطنه ويعرفوا المغاربه الاحرار، ويعرفوا كي كانوا والديهم، كي كانوا جدودنا، جدودنا شدوا استقلال وحنا شدينا الصحراء وبينهم موتهم وسامة شدوا التنميه. السلام عليكم، معكم بهيجة خبيزي، رئيسة جمعية العائلة للأعمال الاجتماعية الثقافة وفنون، ورئيسة نسيج الجمعوي للإعاقة، وسفيرة لذوي الهمم للشبكة العربية لمبادرات ذوي الهمم، كذلك عضو بالمركز العربي للإعلام ومناصرة ذوي الإعاقة. احنا اليوم بشراكة مع مركز محمد السادس للمعاقين نحتفل بعيد المسيرة، بالذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء، وذكرى 67 لعيد الاستقلال، مع الأطفال منخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة. معي في هذا الحفل جمعية أهل الخير لذوي احتياجات خاصة، جمعية الرضوان للتربية والتنمية المستدامة، وجمعية الرضا والنور للأطفال ذوي الإعاقة لأسباب طبية. اليوم جد مسرورين وسعداء بالحضور الكريم لكل منخرطي الجمعيات الشريكة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين. السلام عليكم، معكم بشرى القسطاسي، رئيسة جمعية الرضوان للتربية والتنمية المستدامة بأسفي، فاعلة جمعوية وأستاذة في التربية والتعليم. كنحتفلوا بهذه المناسبة ديال الذكرى 47 للمسيرة الخضراء بالمركز محمد السادس للمعاقين، وكنشكر جميع الحضور وجميع الأمهات وجميع جمعية المجتمع المدني بهذه المناسبة، ونحن جنود مجندة تحت لواء محمد السادس نصر الله وأيده. الحفل تبارك الله كان حضور مكثف، كان وليدات لذوي الإعاقة والأمهات والآباء ديالهم، وكان حفل متميز صراحة، واحتفلنا به بحال عودنا المسيرة من جديد، يعني كان واحد إحساس وطني في القلوب ديالنا، وداز حفل رائع صراحة، وكنتمنى يبقى الاستمرارية، لأن هاد الحفل كي ديما تيخلد وكيبقى الاستمرارية ديال هاد الذكرى الخالدة اللي دارها الجد ديالنا المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، والاب الابن ديالو جلالة الملك محمد السادس، وحنا ديما غادي نبقاو نستمروا في هاد الذكرى عام لعام حتى تقوم القيامة إن شاء الله تعالى. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.